متسابقا شوف تيفي، مثلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه تطوان. نحن في ضيافه هذه السيده والابن ديالها، طبعا اللي عنده مشكل واحد قطعه الارض كتواجد ضواحي تطوان في منطقه واد لاو دوار الخوخ، قطعه ارضيه تقريبا فيها شي 70 هكتار تقريبا. هذه السيده هذه المشكل اللي عندها هو ان الاب ديالها الله يرحمه كان عنده وثائق وملكيات عاطينهم شي قاضي في ذيك الوقت، يعني ما يناهز هذه سنين يعني سنوات كبيره طبعا، والان كيتفاجئوا انه شي جهات معينه بغات ترامي على هذه الارض بتزوير بالوثائق وكذا. على العموم هذو من بين المشاكل اللي كيطيح فيهم بزاف ديال المغاربه، خاصه في الفترات القديمه بعد الاستقلال وكذا، كيكونوا قطعه الارض كبيره في الضواحي وفي القرى كيوقعوا في هذه المشاكل. طبعا هذه السيده مدينه تطوان اتصلت قناه شوف تيفي وحنا حطينا الرحال عندها الان مباشره هنا في تطوان في المنزل ديالها باش تحكي لنا هذه القصه بالضبط. تفضل لاله. السلام عليكم. رمضان كريم. بغيت نحكي لكم واحد القصة. يعني كان الوالد وجدي يعني وقعت لهم في ديك الأواني اللي كان في ديك الأوقات اللي كانت يعني صعيبة، كانت كيقولوا لها سايبة ديك الوقت، يعني الناس كتحتفظ بالأوراق الملكية ديالها عند القاضي ديال القبيلة. شوف الوالد وجدي ديك الورق ديالهم الملكيات ديالهم خلوهم عند واحد القاضي تما ديك القبيله، قاضي بني دجل كان كيقولوا له بني دجل ديك القبيله، والمنطقه اللي الملكيه ديالها اللي خلاها جدي عند ديك القاضي اسمها الخوخ. وديك الساعه هما من بعد داكشي ملي تعوضت الامور هذا البلاد، يعني ملي ان شاء الله الحمد لله جاء الاستقلال وسيدنا وداكشي عوض الدنيا عوض الامور وهذا الادارات وداكشي، مشى الوالد باش يجيب الوراق ديالو، ما جبرت تما حتى شي واحد يعني هاجروا، ما ايام يفتش حتى واحد ما عطاه فين هما. ديك الساعه بقى هيداك بقى ايام يفتش ما كاينش، هما شنو عملوا؟ مشاو ديك الاوراق استولوا عليهم وعملوا عليهم شي تزوير ولا ما نعرف كي. دابا ملي كنمشيو عندهم ملي عرفنا من الوالد مسكين حكى لي كلشي وخليها هما فين هما، غادي مشيت عندهم كيقولوا لي علاش ما جيتوش شحال هذا، عاود قالوا لي اجي نتفاهموا، عاود مشينا نتفاهموا، قلت لهم واخا النص واخا زعما ماشي مشكل، عاود من ديك الولد زعما ما بيش واحد الاستاذ قال لي زعما قول شحال الطلب ديالك شحال خصك. بديت انا قلت لك قطعه الارض شحال فيها الارض، يعني 70 هكتار فوق الارض كبيره، يعني ساعه قلت له واخا زعما مع دابا نتوما بقيتو في هاد السنين وداكشي، وما حنا دابا ما عنديش انا الفلوس وهذا باش ندافع وباش نجري في المحاكم وهذا خصني واخا النص، حنا الورثة يعني باش غادي نتقاسمو. مشى عند العمات ديالو قال ما بغاوش صافي، بقات هيداك عملت شكايه للوكيل الملك. ساعة الوكيل عاود ما يعني جابوا له ديك الورقه مزوره قالوا له هذه ديالنا داكشي، يعني الوكيل ما عنده ما يعمل صيفطها للتحفيظ تحفظت بقات هيداك صافي، بقينا حنا ضايعين. وما زعما يعني دابا هما دابا تبارك الله عليهم من مورا ديك الارض عملوا المشاريع عملوا الديور عملوا الفيلات عملوا، وحنا بقينا في الكرا والماء والضوء، يعني كنت قاتلوا مع الكرا والماء والضوء والزمان والمصروف وهذا، ويعني حتى ما يقدروش يردوا لنا واخا غير النص صافي بزاف، يعني خصنا زعما هذا الشيء يوصل للراي العام ولا يوصل للجهات المختصه السلطات اي حاجه يقفوا معنا في هذا المشكل. اذا كما سمعتم متسابقا شوف تيفي ان هذه السيده كتحكي هذه القصه ديالها ديال قطعه ارضيه في ضواحي واد لاو منطقه الخوخ او دوار الخوخ عفوا، اللي كتجاوز اكثر من 70 هكتار. كما سمعتوا ان الاب ديالها في ذاك الوقت كانت باقا سايبه، كانوا الناس كيخافوا كيخلوا الملكيه ديالهم عن القاضي اللي تيكون في ذيك المنطقه او في ذيك القبيله. للاسف ان الاب ديالها توفى رحمه الله، وهذاك القاضي اصلا توفى، الان بانوا ولادو ديال ذاك القاضي اللي هو هذا الاستاذ اللي هضرت عليه، وبغى يدخل معاهم المفاوضات انه شنو كطلبوا. في الاول قال لهم فين كنتوا شحال هذه، والان يعني قال لهم انهم قسموا، يعني ورغم ذلك هما طلبوا يعني حنا والراس كما تنقولوا وافقوا انهم يقسم معهم هاد 70 الهكتار، فاذا به كيتفاجئوا بشي وثيقه مزوره اللي مشات للمحكمه، والمحكمه طبعا حفظت الملف. طبعا هذا هما من بين المعاناه اللي كيعيشوها الناس. شنو اللي كطلبي بالضبط لاله مره ثانيه باش من هو جدي خاه يعني عمود الوالد كان هو الشيخ ديك القبيله،
يعني كان لاباس عليه، كان معروف لاباس عليه بزاف ديك القبيله، ماشي زعما غادي يعني هو ديك الارض غير ساولة عليها ولا، يعني كان الشيخ القبيله في ديك الوقت بحال الوالد البلاد دابا، وكان لاباس عليه الارض ديالهم. كانوا ملي مات الشيخ يعني ديك حتى ديك الورث ديالو ورثو جدي، يعني بقى ديك ديك الشهر كامل ديالو، وكان عنده ملكيه متقه حتى من عند الاسبان ملي كانوا، حيت كانوا مستعمرين هنا وشبروا جمعوا لهم الاراضي ديالهم ووثقوهم لهم، كانوا متقين من عند المملكه المغربيه ديالنا الله ينصر سيدنا، وكانوا متقين من عند الاسبان لان كانت الحمايه، ووثقوهم لهم. يعني ملي جاو هما وعملوا ديك كي يشوفوا الارض مني وهذه وكيعملوا الاحصاء وهذا، حتى هما عاودوا وثقوا لهم ديك الملكيات، ماشي زعما كانوا غير هيدا مغتصبين او شي حاجه، يعني الاراضي ديالهم عندهم مشريه ولا مورثينها ابا عن جد. دابا هما اعتبروا انكم نتوما التقادم، يعني مده طويله ما سولتوش عليه، اعتبروا انه لا كل شيء. الوالد عيا مسكين ما يسول، ما جبرش، ما عرفش، راجل كبير كان وما قراشي وهذا، وخا عمو كان قاري وكان قرا حتى في اسبانيا وكل شيء، وبابا وكل شيء، هو يعني كان واحد وبحال اللي تهرب من القرايه وهذا، ما عرفش كيفاش يعني، وهما ما مع دابا قاري مع هذه صافي غلبوه. اذا متابعينا كما سمعتوا طبعا المعاناه ديال هاد الاسره السيده اللي كما قلت هي والابن ديالها تعاني من هذا المشكل ديال القطع الارضيه اللي كتحدد اكثر من 70 هكتار منطقة وادلا وقبيلة أو دوار الخوخ بإقليم تطوان للأسف، وهذه المشاكل يعني كي مجموعة ديال الأسر تعيشوها. نتمنوهم السلطات المعنية أنها تفتح تحقيق في هذا الموضوع وتجبد هذا الملف من الحفظة. طبعا أنتم مشيتوا للمحكمة الآن دعوة جديدة ولا شنو عملتوا؟ لا عملت تحفظت صافي، ما زدتش لأن خصني المصاريف، خصني مصاريف باش تحرك هذا الملف، ما عندكش، ما قدرتش طبعا. إذن كما كتسمعوا متابعينا، أنا طبعا بعد ما تم تحفيظ الملف باش يمكن لها هي تعاون فيه وتحركوا، مجدي خص مصاريف ديال المحامي والتنقل وسير وجي، انتم كتعرفوا مع الاسف الظروف الماديه ما كتسمحش، هذا هو اللي جعلت السيده انها تعلي يدها على هذا الارض على هذا الملف، وكنطلبوا السلطات المعنيه انها تفتح التحقيق من جديد في هذا الملف، لان مجموعه ديال الاسر للاسف كتعيش الامرين في هذه القضيه ديال الاراضي. اذا متابعينا غنشوف تبي، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم كما سمعتوا ليس هذه السيده اللي كتعيش هذا المشكل من منطقه وادلا ودوار الخوخ. شكرا لكم، كان معكم احمد معتكف مباشره من تطوان في هذه الدردشه الصباحيه، الى اللقاء.